بروبلم 6 رقم 6 في الكريدت بروجرام. عندنا 10 مسائل متوزعين 3 و3 و4 multiple choice و problems و additional problems. المسألة الأولى مديني 3 simple harmonic motions in the same direction. same direction يعني كلهم مع بعض في direction x مثلا, having the same amplitude small a and same period are superimposed, يعني كلهم نفس الزمن الدوري, يعني بمعنى آخر نفس الأوميجا, الاتنين باي على تي. If each differs in phase from the next by 45 degrees, لو كل واحدة الفرق بينها وبين اللي بعدها ب 45 درجة في الفيز. فالمطلوب إنه مين في الستيتمنتس دي يكون صح. الريزلتنت امبليتيود كذا, والفيز بتاع الريزلتنت موشن كذا, والانرجي بتاعت الريزلتنت موشن 3 زائد 2 جذر 2 تايمز او مرة يعني من الانرجي في السنجل موشن, ولا في الاخر resulting motion is not a simple harmonic motion. هو الاختيار الاخير بوضوح غلط, لان انت لما بتركب كذا simple harmonic motion اكيد اللي هيطلع simple harmonic motion. فاخر واحدة دي ان الريزلتنت ما هياش simple harmonic ده غلط اكيد يعني. طيب ال اي وبي بيسألوا عن ال resultant motion من حيث ال amplitude وال phase. لو انا عندي simple harmonic motions طابور كده مع بعض, يعني مثلا x واحد بيساوي a sin او cosine مش مهم, نفترض مثلا انها sin omega t, واللي بعدها x اتنين a sin omega t وعليها phase زيادة اللي هو 45 درجة في الحالة دي يعني, وعليها اكس تلاتة بتساوي اي ساين اوميجا تي زائد 45 في 2, يعني بنزود 45 درجة كل مرة. فالفكرة دلوقتي انه النتيجة التوتال بقى الاكس التوتال بتساوي كام, هنسميها اكس توتال بتساوي كابيتال اي في ساين نفس الشكل, دول كلهم ساينات فاللي هيطلع ساين اوميجا تي زائد نسمي بقى الريزلتنت فيز مثلا فاي. ايه علاقة بقى الريزلتنت امبليتيود وفاي بالحاجات الجيفن في الانبوتس؟ يعني الفاي هي ان ناقص واحد في الفيز بتاع اي واحدة من دول فروق الفيز يعني على 2. يعني لو سمينا ده مثلا الفيز ديفرنس ما بين واحدة واللي قبلها اللي هو 45 درجة, لو سميناه دلتا هيبقى ان ناقص واحد دلتا على 2. ال n عندنا 3 حركات, يبقى 3 ناقص 1 بكام؟ ب2, على 2 ب1 دلتا. يبقى معنى كده ان الفيز التوتال فاي بيساوي دلتا, والدلتا اللي هي 45 درجة. وده معناه انه الاجابة نمرة بيه غلط, لانه الفيز بتاع الريزلتنت موشن بالنسبة للفيرست موشن اللي هي الريفرنس اللي هي دي اول واحدة خالص مش 90, هيطلع 45. طيب من حيث الامبليتيود بقى, الامبليتيود القانون بتاعه في الحالة دي انه الامبليتيود توتال بيساوي الامبليتيود بتاع واحدة فيهم في ساين ان دلتا على 2 مقسوم على ساين دلتا على 2, حيث دلتا هي دي اللي هو الفيز ابو 45 درجة اللي هو الفرق بين واحدة والتانية, ولان عددهم 3 يبقى انا عندي ايه في هنا ساين 3 في 45 على 2, يعني كل ده مقسوم على ساين 45 على 2. على الأقل حاسب بتاع شو ده يطلع كام. ساين 3 في 45 على 2 مقسوم على ساين 45 على 2 الرقم ده هو فعلا 1 زائد جذر 2 اكيد اكيد يعني. يعني انت لو جربت جذر 2 ده يساوي كام, انا الحاسب يطلع 1.414. فهو انت عندك الاجابه نمره ايه كده صح, يعني الاجابه نمره ايه الريزلتنت امبليتيود هو 1 زائد جذر 2 من الامبليتيود بتاع اي واحده فيهم, يبقى نمره ايه الاجابه ايه طلعت صح يعني. يبقى انت كده استبعدت بي ودي وقلت ان ايه صح. طب اخبار سي ايه بقى؟ الانرجي التوتال في السيستم هتبقى, لو حد فاكر موضوع السبرينج يعني هاف كي اي سكوير, لو حد فاكر الانرجي توتال
وكانت الكي بتاعت السبرينج، هو انا مفيش سبرينج ولا حاجه، بس انا افترضت يعني ان هما حركات نتيجه سبرينجز مثلا يعني. فكانت الانرجي توتال كانت هاف كي اي تربيع، والكي لو حد فاكر يعني كان ساعتها الاوميجا تربيع بيساوي كي على ام يعني، فانا ممكن ابدل الكي بانها اوميجا تربيع في ام، يعني ممكن اقول الكلام ده نص اوميجا تربيع في ام في الامبليتيود. الانرجي التوتال هيبقى الامبليتيود بتاعها كده تربيع، والانرجي بتاعت الانديفيديوال موشن يعني خلينا نقول دي الانرجي التوتال مثلا كويس اي تي، والاي اللي هي بتاعت موشن واحده فيهم هتبقى هاف واوميجا تربيع في ام، والامبليتيود بقى بتاع واحده فيهم اي تربيع. فالريشيو ما بين الاي دي على الاي دي كام؟ زي الريشيو بتاعت اي تربيع على اي تربيع صح كده؟ يعني الريشيو بتاعت الانرجي توتال على الانرجي بتاعت واحدة زي نسبة اي كابيتال تربيع على اي سمول تربيع. طب انا كنت جبت اي كابيتال على اي سمول ده قبل كده تربيع، هيطلع ده كام؟ واحد زائد جذر اتنين كل تربيع، ده يطلع كام؟ ده واحد زائد اتنين زائد اتنين جذر اتنين، ده اللي هو تلاتة زائد اتنين جذر اتنين. ايوه يبقى ده صح تمام، يبقى عندي الاجابتين دول صح اللي هما ايه وسي. السؤال الثاني بيقول لك ايه بقى؟ نجيب تحت شوية كده. The function x equals a sin square زائد b cosine square the omega t زائد c sin cosine بتمثل simple harmonic motion امتى بقى؟ هو مدي لك تلات حالات، لو كانت ال a قد ال b في المقدار وعكسها في الإشارة، يعني a بيساوي سالب b، هل ده يطلع simple harmonic motion؟ وال c بيساوي 2 b، وساعتها الامبليتيود بيساوي المودولس او الابسولوت فاليو بتاع بي جذر 2. يعني هل لو حصل اي وسالب اي بتساوي سالب بي وسي بتساوي 2 بي يطلع سيمبل هارمونيك موشن الامبليتيود بتاعها بي جذر 2، ولا لو كان الاي بيساوي البي والسي بتساوي صفر، ولا لو كان الاي بيساوي بي والسي بتساوي 2 بي ويطلع الامبليتيود مودولس بي؟ يعني مين في الثلاثه دول يطلع سيمبل هارمونيك موشن ويبقى الكلام سليم يعني؟ طيب هي اول واحده لو كان الاي بيساوي سالب بي، انت هتعوض فوق كده هيطلع عندك ايه بقى؟ الاكس بتساوي ايه ساين تربيع زائد بي كوزاين تربيع، هيبقى عندك كما لو كان ان الاكس بتساوي ايه في ساين تربيع ناقص كوزاين تربيع. طبعا في اوميجا تي، انا طنشت الاوميجا تي. زائد سي ساين كوزاين صح، والسي هنا برضو باتنين بي، ممكن اشيل الاتنين بي واحطها سالب اتنين ايه لو عايز، يعني لو عايز احلها بالاي مثلا يعني، او عايز تحلها كلها بالبي طالما انه السي كمان بالبي خلاص، يبقى ممكن نبتدي الاول من الاول بالبي، فناخد ده كده نعوض عنه ببي، هتلاقي الحاجات اتعكست يعني، هيبقى بدل الاي احط سالب بي، حاضر ادي سالب بي يبقى ساين تربيع ناقص كوساين تربيع كده مظبوط، يعني دخلت سالب بي في ساين تربيع هي دي الاي ساين تربيع ما جراش حاجه، وسالب بي في سالب كوزاين تربيع يبقى بلس بي كوزاين تربيع ما جراش حاجه كده، ما غيرناش حاجه يعني. ماشي، واشيل السي واحطها 2 بي ساين اوميجا تي كوزاين اوميجا تي، ده اللي هو يطلع كام ده؟ ما هنا في مشكله بقى انه الكلام ده هل هيصب في الاخر في اتجاه ساينايا او كوزاينايا؟ هو عشان الموضوع يطلع سيمبل هارمونيك موشن يعني، هو انت ممكن تختبره بكذا اسلوب يعني، انه انك تعرف تصفي الحاجات دي كلها على ساينايا واحده او كوزاينايا واحده مثلا يعني، او يعني ساين زائد كوزاين، لانه هو الفيصل الحقيقه في السيمبل هارمونيك موشن ان اكس دبل دوت بيساوي سالب اوميجا تربيع في اكس، هي دي الفكره يعني. وعلشان ده يحصل لازم الاكس يكون بشكل يا اما ساين يا اما كوزاين يا اما اكس ساين زائد كوزاين يا اما اكسبوننشال فانكشن ايماجينري، دي الحاجات اللي هي بسهوله تعرف انها بتحقق الاكس دبل دوت بتساوي سالب اوميجا تربيع اكس يعني. طب دي هتوصل فين في الاخر يعني؟ يعني القصه بتاعت دي رايحه فين؟ ده هيبقى انا عارف ان الساين اوميجا تي في كوزاين اوميجا تي ده يتلم ب، او 2 ساين كوزاين ده يتلم بساين 2 اوميجا تي، فساين 2 اوميجا تي ده يتفك 2 2 ساين كوزاين تمام. طب اللي جنبها هناك دي اخبارها ايه؟ يبقى دي انت عارف بقى انه ايه، انه كوزاين 2
اوميجا تي على جنب، دي حاجة على جنب كده يعني، لو حد مش فاكر يعني، كوزاين 2 اوميجا تي هي زي كوزاين اوميجا تي زائد كوزاين، كوزاين اوميجا تي زائد اوميجا تي، يعني كوزاين كوزاين سالب ساين ساين، لو انت عايز تفكر فيها بالطريقة دي، فهتطلع كوزاين تربيع اوميجا تي سالب ساين تربيع اوميجا تي. فالمنظر اللي انا شايفه هناك ده يوحي بان في كوزاين تربيع ناقص ساين تربيع، لو خدت الاشارة السالب دي بره وعكست وشقلبت ومعرفش ايه، فيطلع الكلام ده بي في كوزاين 2 اوميجا تي. كويس، فيبقى كده المنظر عندي رسي على كام بقى؟ عندي بي مضروبة في ساين 2 اوميجا تي زائد كوزاين 2 اوميجا تي. ماشي، من حيث انها سيمبل هارمونيك موشن فهي بوضوح سيمبل هارمونيك موشن. ليه؟ لان دي هي ببساطة بي مضروبة في ساين 2 اوميجا تي زائد انت ممكن بقى الكوزاين تحولها لساين لو عايز، وتقول انه مثلا الكوزاين دي هي ساين 2 اوميجا تي زائد 90 درجة. لو فكيتها دي بالراجع يعني، ساين 2 اوميجا تي كوزاين باي يطلع صفر، زائد كوزاين 2 اوميجا تي ساين 90 هي بواحد. اوكي خلاص كده مظبوط. يبقى كما لو كانت البتاعة دي فيها ايه، فيها المنظر ده زائد المنظر ده، او يعني وطبعا الاتنين ليهم نفس الامبليتود اللي اسمه بي، يعني رست على في الاخر على ان بي ساين 2 اوميجا تي زائد بي في ساين 2 اوميجا تي زائد 90، دول اتنين سيمبل هارمونيك موشنز نفس الامبليتود والاوميجا. كويس كده، وفرق فيه 90 درجة. عارف دي هي شبه الكيس بتاعت مجموع ان سيمبل هارمونيك موشنز، لان نفس الامبليتيود اهو كويس، وعددهم ان باتنين، وفرق الفيز ما بينهم 90 درجة. يعني دي ممكن نطبق عليها القوانين اللي احنا اشتغلنا بيها في المسألة اللي فاتت يعني. يعني لو انت عايز تختصر دي ب سيمبل هارمونيك موشن واحدة، يعني عايز تقول سيمبل هارمونيك موشن توتال اللي اسمها اكس دي تطلع ايه، هتطلع امبليتيود سميه مثلا امبليتيود مثلا نسميه ايه، واحد مثلا كويس، في ساين اوميجا تي زائد توتال فاي، حيث بقى فاي بيساوي نشوف بقى القانون اللي استعملناه في الفاي في المسألة اللي فاتت. الفاي كان بيساوي كام؟ كان بيساوي ان ناقص واحد دلتا على اتنين، ما ده الدلتا بتاعنا دلوقتي، ده كده زي ما يكون الدلتا بتاعنا يعني، فيبقى ان ناقص واحد على اتنين في دلتا، ان باتنين ناقص واحد بواحد على اتنين يبقى نص في دلتا اللي هي باي على اتنين، يطلع باي على اربعة مثلا يعني. فيبقى التوتال فيز بقى النتيجة هو باي على اربعة، والامبليتيود التوتال بيساوي لو حد فاكر بقى الامبليتيود الانديفيديوال في ساين ان في دلتا على اتنين على ساين دلتا على اتنين، والان باتنين فيبقى فوق ساين دلتا وتحت ساين دلتا على اتنين، يعني هيطلع الامبليتيود التوتال في الحالة دي بيساوي بي في ساين دلتا اللي هي باي على اتنين في الحالة دي على ساين دلتا على اتنين اللي هي تطلع باي على اربعة يعني، فيطلع ده بواحد وتحتيه واحد على جذر اتنين، فيطلع جذر اتنين بي. فيعني الخلاصة بتاعت الصداع اللي كان في نمرة ايه ده كله، انه الاكسبريشن العملاق ده لو كان الاي بيساوي سالب بي والسي بيساوي اتنين بي، هذا الصداع كله هيخف في النهاية الى هذه الاكس التوتال في الاخر يعني، حيث الاي 1 كده اهو، وحيث الفاي يطلع كده اهو، ويبقى ده بيتفق مع، يبقى نمرة ايه صح، يبقى ايه نمرة ايه مظبوطة يعني. طيب لو كان النمرة بي بقى، لو كان بي بيقول في بي ايه بقى، كان في بي بيقول لو كان ال A بيساوي ال B وال C بيساوي صفر. طيب لو كان ال A بيساوي B هتبقى العبارة هترسى على A في ساين تربيع أوميجا تي زائد بدل ال B أحط A في كوزاين تربيع أوميجا تي زائد ال C بصفر، يطلع الكلام ده بكام؟ دي simple harmonic motion
No way. مش ممكن يعني سيمبل هارمونيك موشن ده، ده رقم كونستنت يعني. فمع السلامة. نمرة سي، لو الاي بتساوي بي والسي بتساوي 2 بي. هنا في مشكلة بقى، لو الاي بتساوي بي برضو يعني هيبقى الاكس هنا بتساوي ايه مضروبة في ساين تربيع اوميجا تي زائد ايه في كوزاين تربيع اوميجا تي، وبعدين السي بتساوي 2 بي يعني، والبي بتساوي ايه يعني، ممكن اكتب 2 ايه في ساين اوميجا تي كوزاين اوميجا تي. ما مشكلتنا هنا طبعا ايه ساين تربيع زائد كوزاين تربيع طلع ايه، ما جراش حاجة، واتنين ايه ساين كوزاين يعني ايه مضروبة في ساين ضعف الزاوية 2 اوميجا تي. هل دي سيمبل هارمونيك موشن؟ الإجابة لا، دي مش سيمبل هارمونيك موشن. ليه؟ لأنها سوف لن تحقق اكس دبل دوت بيساوي سالب اوميجا تربيع اكس. يعني انت لو جبت اكس دبل دوت هنا هتطلع كام؟ تفاضل ده مرتين، الايه هتفاضلها من اول مره مع السلامه باي باي. الايه ساين 2 اوميجا تي تفاضلها مره تدي لك كوزاين ومعاها 2 اوميجا بره، وتفاضلها كمان مره تديك سالب ساين ومعاها 2 اوميجا، فيطلع سالب 4 اوميجا تربيع مضروبه في ايه ساين 2 اوميجا تي. هل ده بيساوي كده؟ الإجابة إن دول لا يتساوي، يعني كده إكس دبل دوت أصبحت لا تساوي سالب أوميجا تربيع في إكس، والسبب هو الحتة دي وبالتالي باظت. يبقى الإجابة الصحيحة هي فقط نمرة إيه. سؤال 3، the coordinates of a particle moving in a plane are given by x و y، جسم بيتحرك تحت تأثير حركتين x و y، واحدة كوزين واحدة ساين، والأمبليتود بتاع دي A ودي B، وبالتالي أكيد هيرسم في المسار بتاعه إليبس. اتنين اورثوجونال سمبل هارمونيك موشن اكس واي، واحده ساين واحده كوساين، يعني بمعنى اخر ان فرق الفيز ما بينهم 90 درجه، اذا لابد وحتما انه هيرسم شكل اليبس. حيث ايه اند بي، حيث بي اصغر من ايه يعني، ار بوزيتيف كونستانتس اوف appropriate دايمنشنز، يعني ايه وبي دول ارقام كونستانت، البي اصغر من الاي وابعادهم معقوله، وبناء عليه the path of the particle is ellipse. صح، ده اكيد يعني. سيركل لا، سيركل لو كان اي بيساوي بي، الفيلوسيتي والاكسلريشن بتاع البارتكل نورمال تو اتش اذر ات تي بيساوي معرفش كام، ولا اوبوزيت اتش اذر ات تي بيساوي معرفش كام. يعني ايه بقى الكلام اللطيف ده؟ هي دلوقتي المشكله فين؟ المشكله في انه انت علشان يعني خلاص يعني احنا متفقين على ان ايه ده صح، يعني مفيش مشكله ان هو اليبس، ومتفقين على ان بي ده غلط. مشكلتنا دلوقتي في موضوع الاكسلريشن، هنعمل ايه في موضوع الاكسلريشن ده او موضوع السبيد؟ ماشي، هو الجسم بيتحرك حركة اكس وحركة واي، وكل واحدة فيهم ليها السبيد بتاعتها، فممكن نحسب بقى ال في اكس ونقول انها بتساوي الديفرنشيشن بتاع الاكس اللي هو هيطلع سالب اوميجا اي ساين اوميجا تي، وهنجيب ال في واي اللي هو هيطلع اوميجا بي كوساين اوميجا تي، ولو حبينا نجيب الاكسلريشن على جنب تحت كده اهو، الاكسلريشن اكس هي سالب اوميجا تربيع اكس، يعني سيمبل هارمونيك موشن يعني، يعني سالب اوميجا تربيع في ايه كوساين اوميجا تي على طول يعني، والاكسلريشن واي هي سالب اوميجا تربيع في واي، يعني سالب اوميجا تربيع في بي في ساين اوميجا تي. طيب قال لك ايه بقى؟ قال لك الزمن اسمه باي على 2 اوميجا. باي على 2 اوميجا، انت لو عطيت هنا باي على 2 اوميجا يبقى اوميجا في باي على 2 اوميجا يبقى باي على 2. في الحالة دي هيطلع ال في اكس فيها ساين باي على 2، فده هيطلع لك ايه عند الزمن بيساوي باي على 2 اوميجا، هذا يعني انه ال في اكس بتساوي سالب اوميجا اي وخلاص. كويس كده ماشي. وال في واي يساوي كام ساعتها؟ يساوي هتعوض ده برضه هيبقى كوزاين، بس ده هيبقى كوزاين 90، بس هيبقى كوزاين 90 يساوي صفر. مع السلامة. تحت بقى الاكسلريشن هنا هيساوي عند الزمن تي بيساوي برضه باي على 2 اوميجا، هيبقى عندي الاكسلريشن اكس بتساوي اوميجا تي اوميجا في باي على 2 اوميجا، الكوزاين بتاع 90 برضه كوزاين 90 بصفر، يبقى مع السلامة. واي واي هيبقى فيها ساين 90 يبقى سالب اوميجا تربيع في بي.
كده جبنا الفيهات والإيهات في هذه اللحظة الزمنية. مين بقى صح؟ سي ودي أخبارهم إيه؟ الفيلوسيتي والاكسلريشن بتاع البارتيكل نورمال لبعض، ده نمرة سي، ولا اوبوزيت لبعض، ده نمرة دي. طيب هو الاكسلريشن سوري الفيلوسيتي طلعت بس اكس دلوقتي، مفيش واي فيلوسيتي، والاكسلريشن طلعت واي مفيش منها اكس، فبالتالي الاتجاه بتاع السرعة فقط اكس، والاتجاه بتاع الاكسلريشن فقط هو واي، وبالتالي اقدر اقول الاتنين متعامدين على بعض، يعني الفيلوسيتي بص في اكس والاكسليريشن بص في واي، اذا الاتنين دول متعامدين على بعض، وبالتالي الاجابه الصحيحه هي نمره سي، بينما النمره دي خطا. اوكي، يعني ده مجرد شويه يعني تعويضات لطيفه. السؤال الاول في البروبلمز، calculate the amplitude and initial phase of a body executing simple harmonic motion under the action of two restoring forces at the x direction. عند قوتين بيأثر في اتجاه x simple harmonic motion. calculate the amplitude and the initial phase بتاع الجسم. ال displacement x واحد بيساوي كذا و x اتنين بيساوي كذا. هات ال equation بتاعت resultant motion. طيب هي مسألة مباشرة، يعني ما فيش فن في المسألة دي، هو بس انت الأول تعرف الكيس بتاعت السوبر بوزيشن اللي انت فيها. انت عندك هنا 80 باي تي وهنا 80 باي تي، يبقى الاتنين دول متفقين في الفريكوانسي او الزمن الدوري، ودول عددهم حركتين، فالكيس بتاعتنا هي اول كيس خالص في السوبر بوزيشن، حيث يعني كنا بنقول زمان ايه، بنقول ان اكس واحد بتساوي ايه واحد، ساين او كوزاين مش مهم، يعني هما لو ساينات يطلع نتيجة ساين، لو كوزاينات يطلع نتيجة كوزاين، فهو ماشيين ساينات هنا، ماشي كويس، يبقى ساين 80 باي تي زائد باي على 6. يعني لا، كان المفروض نكتبها بالرموز الأول، بعد كده نشوف الحاجات دي تطلع ايه. يعني ساين أوميجا تي زائد دلتا واحد وإكس اتنين بتساوي ايه، اتنين ساين أوميجا تي زائد دلتا اتنين، فيطلع إكس التوتال بتساوي ايه، توتال ساين أوميجا تي زائد فاي. عايز اسمي دي دلتا واحد دلتا اتنين او فاي واحد او فاي اتنين، ماشي يعني مش قصة يعني، خلاص يعني يمكن نمشي الرموز بتاعت ايام زمان، يعني ماشي فاي واحد وفاي اتنين ما جراش حاجة. من هنا يطلع ال x total amplitude و phase جداد قيمتهم كام بدالات الحاجات القديمة. ال amplitude الجديد هو square root بتاع a1 squared plus a2 squared plus 2a1 a2 cosine delta phi، او فرق الفيز اللي هو فاي واحد نص فاي اتنين، او فاتنين ناقص واحد مش مهم لان جوه كوزين كله محصل بعض، وبيطلع ان تان فاي بيساوي ايه واحد ساين فاي واحد زائد ايه اتنين ساين فاي اتنين على ايه واحد كوزين فاي واحد زائد ايه اتنين في كوزين فاي اتنين. في مسألتنا دلوقتي ال اي وان و تو هما 5 و8 سنتيمتر، والفاي 1 و 2 هما باي على 6 وباي على 3، فتعويض مباشر يعني مش حاجة، انت هتاخد ال A1 ب 5 سنتيمتر وال A2 ب 8 سنتيمتر، وفاي 1 بتساوي باي على 6 راديان، وفاي 2 بتساوي باي على 3 راديان، وتاخد الكلام ده وتعوض في المعادلتين اللي فوق دول، مش اكتر من كده يعني، ما فيش فن في الموضوع يعني. فمن هنا هتطلع ان فاي بتساوي 0.27 باي او 48.54 ديجريز، والامبليتيود ايه هيساوي 12.58 سنتيمتر. فلو انت عايز الاكسبريشن على بعضه يطلع الاكس بتساوي 12.58 في كوساين، الاوميجات كلها زي بعض، عفوا ساين، ماشي، يبقى ساين 80 باي تي زائد 2.7 باي، والوحدة هنا سنتيمتر في الآخر، دي تخص الامبليتود اللي في الأول هنا يعني، أو الإكس، لكن الساين والكوزين مالهمش يونت يعني. المسألة التالية calculate the amplitude A of the resultant 12 simple المفروض of the resultant of 12 simple harmonic motions of identical amplitude 4 cm.
ده initial phase zero، وبعد كده يعني 5 10 هكذا يعني. What will be the phase of the resultant with respect to the first oscillation؟ طيب في الحالة بتاعت n simple harmonic motions كلهم متفقين في الامبليتيود وبينهم فروقات فيز ثابتة، كان بيطلع الاكس النهائية بتساوي ايه في ساين او كوزاين. هو هنا ما ادانيش الصيغة ماشين ساينات ولا كوزاينات، فمش مهم، كله محصل بعض يعني. فيعني هي ساين اوميجا تي، وما جابش سيرة الاوميجا فخلاص برضو ما عرفهاش. بلس توتال فيز فاي، حيث الامبليتيود ده بيساوي الامبليتيود بتاع اي واحدة فيهم في ساين ان دلتا على 2 مقسوم على ساين دلتا على 2، حيث دلتا فرق الفيز من واحدة للتانية اللي هو هنا 5 درجات، وان عددهم اللي هو هنا 12. يعني دلتا بتساوي 5 degrees وان بتساوي 12. ده كده طلع الامبليتيود ايه. طيب السمول امبليتيود اللي هو ايه الصغيرة دي 4 سنتيمتر. خلاص اذا هيطلع الاي بيساوي 4 سنتيمتر مضروبة في ساين 12 في 5 على 2، وهنا ساين 5 على 2. وفي هذه الحالة هيطلع جدع ده بيساوي 45.85 سنتيمتر. ده كلام عظيم. من حيث التوتال فيز فاي، فده بيساوي ان ناقص 1 على 2 في دلتا، اللي هو هيطلع 11 على 2 في 5، اللي هو هيطلع 27.5 degrees. بس خلاص تعويض مباشر. هو الفيز احنا طلعناه هناك ده هو الفيز بالنسبة لأول درجة، يعني هو طالب منك الفيز بالنسبة لأول اوسيليشن، فهو ده يعني الفيز التوتال بيبقى فيز بالنسبة لأول اوسيليشن في الاوسيليشنز اللي بتتجمع على بعض يعني. مسألة في البيتس، تو تيونينج فوركس، يعني عندك شوكتين رنانتين start to vibrate at the same moment. It is found that a beat can be heard each 0.25 second، يعني انت بتسمع بيت كل ربع ثانية. يعني هو مديلك هنا ال periodic time بتاع البيت، يعني بيساوي ربع ثانية، وهذا معناه ان ال frequency بتاع البيت بيساوي 4 هرتز. طيب if one of the forks has a frequency of 500 hertz calculate the frequency of the other fork، يعني لو واحدة من الاتنين ترددها 500 التانية تبقى كام، بحيث انه السيجنال has a higher frequency than 500 و lower frequency than 500. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت دلوقتي الشوكتين بيطلعوا 2 frequencies، المفروض ان الفريكوانسي بتاع البيت هو فرق الفريكوانسي ما بين الاتنين السورسز الاصليين يعني. بس يوجد احتمالين، يعني ان يعني في واحدة فيهم 500 هرتز، بيقول لك بقى التانية بقى لو كانت التانية اللي هي المجهولة يعني أعلى من 500 هرتز، هي دي العالية أكيد، دي الواطية، يعني الفرق بينهم يطلع رقم موجب يعني. فلو كانت الواطية هي 500 فهيبقى أنا عندك 4 بيساوي دي اللي معرفهاش ناقص 500، فتطلع لنا معرفهاش 504 هرتز. نمرة بي، لو كانت اللي أعرفها هي العالية واللي معرفهاش هي الواطية، فهيطلع المنظر ده إن F2 هتطلع 500 ناقص 4، هتطلع 496 هرتز. يعني بمعنى آخر، لو أنت جبت فريكونسي 500 هرتز مع 504 يطلع 4 بيتس بير سكند، لو جبت 500 هرتز مع 496 برضه يطلع 4 بيتس بير سكند. ال additional problems calculate the maximum velocity and initial phase of the harmonic oscillations obtained by the superposition of two collinear oscillations represented by the following equation. انت عندك معادلة فيها 2 اكسات وعايز تطلع الاكس التوتال، يعني حللنا حاجة شبه كده قبل كده. في الحالة دي بيطلع الامبليتود التوتال هو سكوير روت بتاع الامبليتود الاولاني تربيع زائد التاني تربيع زائد 2 في الاول في التاني في كوزاين دلتا فاي. هي بس الفكرة دلوقتي فين ال A1 وال A2 والدلتا فاي. ال A1 مثلا 2 سنتي و A2 3 سنتي، الاتنين نفس الفريكونسي 5 باي الحمد لله. فاحنا عندنا بقى دلتا فيز هو 1 باي على 2 وواحدة باي على 4، فالفرق هو باي على 4، فيطلع عندي سكوير روت 2 تربيع زائد 3 تربيع زائد 2 في 2 في 3 في كوزاين الفرق ما بين باي على 2 وباي على 4. هذا الرقم الجميل يطلع كام؟ هيطلع 4.64.
واليونيت سنتيمتر، لان انا بستعمل كله سنتيمتر. الفاي تتحسب ازاي؟ ان تان فاي as usual بتساوي A1 ساين فاي 1 زائد A2 ساين فاي 2 على A1 كوساين فاي 1 زائد A2 كوساين فاي 2. ماشي. A1 ب2 و A2 ب3 سنتي، وفاي 1 ب90 درجة أو باي على 2، وفاي 2 باي على 4، فأيضا لا يوجد بها فن. يعني من هنا هتطلع الفاي، هتحسب الطرف اليمين ده وبعد ما تحسبه هتطلع انه فاي بتساوي 62.7 ديجريز، فيطلع الاكسبريشن التوتال اكس بتساوي 4.64. لو هما كلهم ماشيين ساينات يبقى احنا هنمشي ساين كمان، واوميجا بتاعتنا 50 باي، 5 باي تي، وبعدين زائد الفيز بتاعنا اللي هو 62.7 ديجريز. كويس كده. لو عايز تمشيها، وهو احسن حاجة انك تمشيها بالريديان، فده هيساوي 4.64 ساين 5 باي تي زائد 0.35 باي، وده كده اكثر، يعني اكثر امانا يعني في الشغل. هو طالب منك ايه بقى؟ كالكوليت ذا ماكسيمم فيلوسيتي اند انيشال فيز. الانيشال فيز هو الجدع ده، خلاص اوكي ما فيش مشكله. من حيث بقى الماكسيمم فيلوسيتي، انت جبت الاكس فانت هتحسب الفي، هتساوي تفاضل الاكس بالنسبه لتي، فهيساوي هو يعني الاكس الاكسبريشن العام بتاعها ايكو زيرو ممكن تزاد فاي، يعني الاكسبريشن العام بتاع الاكس التوتال هي الاي توتال في كوزاين، سوري عفوا في ساين، احنا مش شغالين ساين، اوميجا تي زائد الفاي توتال اللي احنا طلعناها من شويه ده كده بالسيمبلز يعني. فلما تفضلها هيطلع سالب اي اوميجا، لا عفوا بلس اي اوميجا في كوساين اوميجا تي زائد فاي. هو اللي طالبه حقيقة هو الماكسيمم فيلوسيتي اللي هو الحتة دي، يعني مش طالب الفيلوسيتي كلها على بعض. لو طالب الفيلوسيتي كلها على بعض خلاص هتحسبها كده، بس تعوض بالاي والاوميجا والفاي بارقام يعني. فده اللي اسمه في ماكس. فالفي ماكس اللي هو عايزها يعني دي بتساوي الاي اللي احنا كنا زمان طلعناها اللي هي 4.64 سنتيمتر في 5 باي، حيث الباي ده 22/7 او 13%، فده هيطلع في الآخر 72.88 سنتيمتر لكل ثانية. لو عايز تعملها بالمتر يبقى تقسم الكلام ده على 100. سؤال 2، calculate the amplitude and initial phase of simple harmonic motion resulting from the superposition of the two oscillations x1 و x2. الخدعة هنا يعني الجديد في المسألة هو إن واحدة ساين وواحدة كوزاين، فحضرتك بقى إيه؟ هتمشيهم الاتنين ساينات أو تمشيهم الاتنين كوزاينات، يعني لا يوجد هنا ما يحدد يعني، وبالتالي أنت حر، بس ما ينفعش تشتغل واحدة ساين وواحدة كوزاين، لأن كده ما تقدرش حد تفرق الفيز ما بينهم صح يعني. فلو أنا هثبت على ساين سولوشن يبقى الكوزاين دي لازم تتحول إلى ساين، وده بيحصل إمتى؟ ده بيحصل بإن أنت تعملها ساين بلس ساين. مش مصدق؟ نفك، هيبقى ساين أوميجا تي كوساين 90 راح، لأن كوزاين 90 صفر، زائد كوزاين أوميجا تي ساين 90، ساين 90 بواحد بقى كوزاين أوميجا تي، يبقى كده كلام سليم. ما كنتش هتعرف بقى دلتا فاي ده صح الا لما يكون الاتنين من نفس النوع اللي هو ايه، ساين وساين او كوزان وكوزان. هنا ساعتها دلتا فاي هو 90 درجه فعلا، لانه هنا يعني الانيشال فيس بتاع الاخ ده صفر، والانيشال فيس بتاع الاخ ده باي على 2، فدلتا فاي يساوي يعني من هنا ده سمي بقى منه ايه، فاي 1 بيساوي صفر، ومن هنا فاي 2 بتساوي 90 درجه، فالفرق 90 درجه. كوزان 90 راح، كوزان 90 راح، فبقى من الايهات هي جذر ايه 1 تربيع زائد 2 تربيع اللي هي 4 تربيع و5 تربيع يعني، فيبقى لك ايه، هيطلع هنا تك ال 6.4 من 10، واحنا شغالين بيونت كام بقى؟
يعني هو المسألة ما حددتش، فأنا هفترض إن هي متر يعني، طالما إن مفيش سيرة فأنا هفترض إنها متر يعني. ماشي الحال، يبقى كده جبت إيه بقى؟ جبت الإيه، عايزين الفاي. ماشي، تان فاي as usual expression العملاق A1 sin phi 1، هو phi 1 هنا صفر فالساين بتاعها بصفر، ده هيطير يعني anyway، زائد A2 sin phi 2، phi 2 هنا ب 90 فالساين بتاعها بواحد، هتبقى A2 من فوق، على A1 cosine phi 1 زائد A2 cosine phi 2. وهتلاقي ان انت لما تشيل phi 1 وتعوض مكانها بصفر هنا اهو، وتشيل phi 2 وتحط مكانها باي على 2، وهنا باي على 2، وهنا صفر، يحصل ايه بقى؟ ساين صفر اللي فوق دي هتطير، فالاكسبريشن ده كله باي باي، وتحت كوزاين 90 يطير، يبقى تلاقي كله هيروح، ساين 90 بواحد وكوزاين صفر بواحد، فاللي هيتبقى لك من هنا ايه، 2 على ايه، 1، اللي هي 5 على 4 يعني، هيطلع تان فاي بيساوي 5 على 4، ماشي، اللي هي 2 على ايه 1، 5 على 4، اوكي، شفت تان بقى، ومن هنا نطلع الفاي بيساوي 51.34 degrees أو 0.285 باي، تقسم الرقم ده على 180 يطلع لك الرقم وجنبه باي، فبالتالي أنت كده جبت إيه، الـ initial phase والـ amplitude بتوع الحركة الجديدة. أوكي، السؤال المستخبي وراء العلامات، فاحنا هننزله تحت، أيوة كده تمام. ماشي، calculate the amplitude and the initial phase of simple harmonic motion resulting from the superposition of الحاجات دي. طيب فين الخدعة في المسألة؟ دول 4 simple harmonic motions كلهم نفس ال amplitude، كلهم نفس ال frequency، كنت أتوقع إن يبقى في فرق فيز ما بينهم constant، دي sin omega t زائد فيز صفر، ودي sin omega t زائد فيز 15، ودي 30، دي بقى فيها سالب 45، دي بقى حقيقة هي كوزاين، بس ده ساين متنكر يعني، ده ممكن أكتبها 5 ساين، احنا عارفين ان الساين تحط جواها 90 تطلع كوزاين يعني، فيطلع اوميجا تي ناقص 45 زائد 90، كده احنا مغيرناش حاجة، ساين الحاجة زائد 90 دي كوزاين الحاجة، فده اللي هو مين بقى، اللي هو 5 ساين اوميجا تي زائد 45، كده تكتمل الصورة، كده شكلها حلو يعني، اوميجا تي زائد صفر زود 15 زود 15 زود 15، كده مظبوط، الدنيا حلوة خالص يعني، وبالتالي الدلتا هو الفرق فيز من واحدة للتانية 15 درجة، والامبليتيود الصغير 5 سنتيمتر، يبقى زي أي مسألة احنا حليناها، احنا كده بس عملنا الحتة الجديدة اللي فيها يعني. ففي الحالة دي نقدر نحل المسألة ازاي؟ ندور على القوانين بتاعة السوبر بوزيشن بتاع ان سيمبل هارمونيك موشنز، ان الامبليتيود التوتال هو الامبليتيود بتاع اي واحدة فيهم في ساين ان دلتا على 2 مقسومة على ساين دلتا على 2، يعني الامبليتيود بتاع اي واحدة فيهم 5، عددهم ان بـ4، فيبقى ساين 4 في فرق الفيز 15 على 2، وهنا ساين 15 على 2، تمام ماشي، فيطلع من هنا الجرع ده بيساوي كام، بيساوي 19.15 سنتيمتر، شكرا جزيلا، والفاي فرق الفيز بيساوي ان ناقص 1 على 2 في دلتا، هيساوي 4 ناقص 1، يطلع 3 على 2 في 15 يطلع 22.5 ديجريز، لو قسمتها على 180 يطلع باي على 8 راديان، فكده احنا جبنا مين بقى، الامبليتود انشال فيز اللي هو عايزه، شكرا جزيلا. المسألة الأخيرة عندنا 2 simple harmonic oscillations given by x1 اللي هي بالمنظر ده و x2 اللي بالمنظر ده، وعايز ان انا اوريه ان ال resultant oscillation is modulated between 0 and 10 centimeters. يعني ايه modulated؟ انا عارف ان ال x total هي x1 plus x2، والشكل اللي عندي هنا 2 simple harmonic motions ليهم نفس ال amplitude A اللي هو 5 سنتي، و2 slightly different frequencies اللي هم 300 باي و304 باي، دول angular frequency، فبيبقى المجموع بياخد الشكل 2a في كوساين اوميجا ناقص اوميجا على 2، وطبعا تاخد الكبير ناقص الصغير، يبقى 4 باي على 2 تي في كوساين المجموع على 2، فتجمع 304 باي و300 وتقسم على 2 يطلع 302 باي.
الامبليتيود الجديد هو الحتة دي الحتة دي كلها اسمها نيو امبليتيود او الانفلوب. يعني ايه الكلام ده؟ ان احنا لما نرسم المجموع ده، طبعا هنا 4 مع 2 يعني اتبقى 2، يعني هنلاقي انه الشكل العام النهائي بيطلع ايه. السلو بارت ده بيبقى شكله كده اهو، ويضرب في الفاست بارت ويطلع في النهاية الشكل بتاع البيتس اللي هي بقى ايه، تغييرات سريعة جوه الانفلوب ده. السلو بارت هيبقى فيه منه نسختين عكس بعض، يعني النسخة دي اللي هي بالسوليد لاين اللي هي تخص 2a كوزاين 2 باي تي، والنسخة السريعة اللي جوه دي اللي هي كوزاين 302 باي تي. والمنقط ده نفس الصورة بتاعة السلو بس مقلوبة، يعني سالب 2a في كوزاين 2 باي تي. الزمن بتاع البيت هو الزمن مثلا من النقطة دي للنقطة دي اللي بيتحسب من يعني ال periodic time بتاعه نص الزمن الدوري، أو ال periodic time بتاع ال slow part. ال slow part مثلا ال periodic time بتاعه من أول هنا أهو لحد هنا أهو، ده بيحتوي على 2 beats، ده كده نص beat لحد هنا، وبعد كده beat كاملة لحد هنا، وبعد كده كمان نص beat هنا. القصد يعني من القصة دي في الآخر إنه الاتنين ايه، في الكوزاين البطيئة دي بنسميها الانفلوب او الامبليتيود الجديد. يعني الامبليتيود معناها ايه؟ اعلى نقطة ممكن السيجنال او الاشارة او السيمبل هارمونيك موشن توصل لها، فهي هنا بتوصل لاعلى نقطة مثلا هنا دي اللي هي 2a، بس لما بنكمل مع الزمن ما بنوصلش لل2a تاني على طول، يعني بنلاقي انه قيم الامبليتيود اللي هو اكبر ازاحة او اكبر ديسبليسمنت ما هياش دايما 2a، زي يعني مش زي السيمبل هارمونيك موشن العاديه. السيمبل هارمونيك موشن العاديه كان الامبليتود كونستانت، هنا بطلع وبنزل لحد نفس القيمه دايما، لكن هنا الامبليتود متغير. الامبليتود المتغير ده اللي هو كل مره بوصل لماكسيمم ديسبيسمنت مختلف عن اللحظه اللي بعدها، ده بنسميه موديوليشن او تعديل او تغيير في شكل الامبليتود. فالسلو بارت اللي هو ده مسؤول عن تعديل الامبليتود، يعني لو كانت الكوزين دي لوحدها السريعة دي كانت هتديني حاجة يعني منتظمة كده، لكنها اتضربت في هذا الشكل ده كله فحصل المنظر اللي احنا شايفينه ده. فده الامبليتيود الجديد اللي هو متغير مع الزمن او الانفلوب، و القيمة بتاعة الامبليتيود بقى بتتغير من كام لكام. هو لك الامبليتيود من 0 ل 10 سنتي، هو الاتنين ايه ده تجيب لي 10 سنتي، لان الايه هي 5، فدي تديني 10 سنتي. 10 سنتي في كوزاين، يعني الكوزاين ده بيجيب لي من سالب 1 لـ1، فيبقى عندي من سالب 10 لـ10. بس حقيقة دايما احنا بنتكلم عن الامبليتيود بنتكلم عن بوزيتيف كوانتيتي، يعني الامبليتيود الاكس نفسها شخصيا تتغير من سالب 10 لـ10، ماشي الاكس التوتال دي تتغير من سالب 10 لـ10، لكن الامبليتيود هو من 0 لـ10. في منه نسخة موجب بقى وفي منه نسخة سالب، يعني الاكس تتحرك يمين يبقى موجب، تروح شمال تبقى سالب، بس أقصى إزاحة أو أكبر ديسبليسمنت تقدر تعملها هتبقى 10 سنتي يمين أو 10 سنتي شمال، دي بنسميها 10 سنتي امبليتيود. واصغر حاجه تقدر تعملها انها ما تتزحش، يعني زيرو ديسبيسمنت. فبالتالي عشان بس اطلع من 0 ل 10 دي هقول له بس ادي الامبليتود الجديده اهو، الامبليتود الجديد 2a في كوزاين، والكوزاين دي بتشتغل من سالب 1 لـ1، فالاكس تتغير من سالب 10 ل 10، ولكن الامبليتود من 0 ل 10. الفريكوانسي بتاع موديليشن احنا قررنا ان احنا نغير الكلمه دي، مش مظبوطه الكلمه دي، هنمسحها. الفريكوانسي بتاع البيتس بس مش اكتر من كده، يعني الموديليشن دي جت في غير موقعها، يعني كمطلوب ما تشرحش في الكورس بتاعنا. ففريكوانسي وبيتس ده زي اي مساله سابقه، احنا عندنا السلو سيجنال الفريكوانسي بتاعها هيطلع الفريكوانسي السلو هيساوي الاوميجا السلو على 2 باي، الاوميجا السلو 2 باي يبقى ده على 2 باي يطلع الكلام ده 1 هرتز. ده الفريكوانسي بتاع السلو ويف او السلو بارت. الفريكوانسي بتاع البيت زي ما احنا عارفين هيبقى الدبل بتاع الكلام ده، 2 الفريكوانسي بتاع السلو، يعني هيساوي 2 بيتس بير سكند. طبعا بوضوح في نفس البيريودك تايم بتاع السلو ويف في 2 بيتس، فالبيريودك تايم بتاع السلو هو دبل البيريودك تايم بتاع البيت، يبقى الفريكوانسي بتاع البيت دبل الفريكوانسي بتاع السلو بارت. يعني
البريدكت تايم بتاع السلو اللي هو ده بيحتوي على 2 تايم بيت من ده، فالتايم بيت نص، يبقى الفريكوانسي بيت دبل. او كنت تجيب الفريكوانسيز الاصليه، يعني تحسب الفريكوانسي الاصلي بتاع ده وبتاع ده وتطرحهم من بعض وخلاص، هو ده الفريكوانسي بتاع البيت. فجيب 300 باي تقسمها على 2 باي يبقى ده فريكوانسي 150، وجيب 304 باي تقسمها على 2 باي فده فريكوانسي هيبقى 152، وتطرحهم يطلع 2 بيس بير سكند. وشكرا جزيلا.